أصحاب البشرة السمراء، أنتم ناس مميزين. إذا أنت أو أنت من أصحاب البشرة السمراء فتابعوا هذا الفيديو. هذا الفيديو راح أقول لك شنو هي مميزات أصحاب البشرة السمراء من الناحية الصحية ومن الناحية الفكرية ومن الناحية القوة البدنية. بداية خلينا نعرف شنو الفرق بين البشرة السمراء والبشرة البيضاء. أصحاب البشرة السمراء يتميزون بوجود صبغة، وهاي الصبغة تدعى بصبغة الميلايين. وجود هاي الصبغة الأصحاب البشرة السمراء تعطيهم مميزات تميزهم عن الباقين. من مميزات هاي الصبغة تنطي أن القوة الجينية، فشو دائما الرجال السمر والنساء السمر تلقاهم أقوى من الرجال البيض. ودائما احنا نلاحظ أنه كمال الأجسام وأصحاب القوة البدنية دائما نشوفهم من الرجال أصحاب البشرة السمراء. من مميزات هاي الصبغة أنه تقلل من الإصابة بالشيخوخة، فتلاحظ انه اكثر الاشخاص اللي بشرتهم سمراء تلقاهم اقل عرضة للشيخوخة من غيرهم. اصحاب هاي البشرة السمراء تلقاهم دائما اقوياء، ودائما لياقتهم البدنية قوية كلش. ختاما طبعا هذا الكلام ما ينطبق على جميع الاشخاص، ولكل قاعدة شواذ، فدائما تلقى انه اشخاص بيض تلقاهم يتمتعون بقوة جيدة والقوة مالتهم الصحية والقوة البدنية كلش قوية، فلا يزعلون علينا أصحاب البشرة البيضاء. أصحاب البشرة السمراء قلت لكم شنو مميزاتكم، اللي يريد منكم تصعدون هذا المقطع اكسبلور وتسوون له مشاركة.